تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 30 يناير 2018. من البداية، الأسبوع ده أسبوع الزلازل، هزت العالم حتى لو الناس مش واخدة بالها. بس قبل ما ابتدي أتكلم على أي أخبار ولا أي شيء، خلي بال حضراتكم، هدف الخدمة دي لا أنا نشر أخبار، ولا أنا جاي أخض البعض وأخوفهم، ولا أنا جاي أحدد أيوة النبوة الفلانية حصلت، ولا الكلام ده، مش ده اللي أقصده على الإطلاق. أنا كل هدفي من هذه الخدمة نخلي بالنا من اللي بيحصل في العالم علشان نتيقظ يقظة روحية. ربنا قال لنا حاجات هتحصل، قالها لنا ليه؟ علشان نرفع راسنا لما نسمع عنها وننظر لخلاصنا الذي اقترب. أقصد الاستعداد إيه؟ حياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد المسيح اللي هيجي، أو حتى لو المسيح مش هيجي دلوقتي، جه دلوقتي نكون مستعدين، ما جاش دلوقتي أي حد يسلم وديعته يكون مستعد. حتى أيضا علشان الظلمة اللي بتسود في العالم، وإحنا بس اللي فاضلين نور العالم. ما ينفعش النور ده يبقى ضعيف ومكتوم ومتخبي، لأنه مشاغل العالم مش شاغلة الناس. لازم نكون منورين كويس في العالم اللي أصبح مظلم، ولازم أيضا نكون استعدينا وعندنا زيت كافي في مصابيحنا بحياة يقظة روحية، عشان لما يجي العريس نكون مصابيحنا مضاءة. هو ده هدف الخدمة دي. أرجو إن دايما ما تبتعدوش عن الهدف اللي أقصد أقوله. يهمنا أقول استعدوا، حتى لو قالوا لي بتاع إشاعات ولا بخوف الناس، أحسن بكتير إن أنا أقول كل حاجة زي الفل والناس تفضل في مشاغل حياتها، واللي يسلم وداعته وما يكونش قمنا بالدور اللي علينا بتنبيه بعضنا بعض. المسيح قال لنا علامات كثيرة وكان يقصد ذلك. كان ممكن يقول لنا ما تفكروش في أي حاجة تسمعوها، كان يقدر يقول كده، لكن قال لنا هيحصل وهيحصل، أم على أم، حروب، أخبار حروب، زلازل عظيمة، مجاعات، أوبئة ومخاوف، كل ده هيحصل في الزمان الأخير. ليه ربنا قال لنا الكلام ده كله؟ أولا علشان لما يحصل الكلام ده ما نخافش زي العالم اللي هيبقى خايف. لا ترتاعوا، وزي ما قال معلمنا بطرس الرسول في رسالته، أما خوفهم فلا تخافوه. اتنين، علشان قال لنا الكلام ده في زمن عارف التشكيك هيزيد جدا في الزمان الأخير. قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ بشككك في الكتاب المقدس؟ طب ربنا قال لك حاجات في الكتاب المقدس تتحقق قدام عينيك، ما تنفعش تكون بالصدفة. والحاجة الأساسية، وهي دي هدف الخدمة اللي بدأت في الموضوع ده قرب من 4 سنين دلوقتي، زي ما قالوا متى ابتدأت هذه تكون؟ تستعدوا. وبكرر كل مرة، ابتدأت تكتمل امتى؟ في سنة، في 100 سنة، ملياش دعوة. ربنا قال لنا لما تبتدي ده علامات الزمان الأخير، انت ترفع راسك لفوق وتستعد، لأن نجاتك تقترب. علامات في السماء، مذنب آخر عملاق من ضمن الأجسام الكتيرة اللي اقتربت جدا من الأرض وأصبحت تهددها، هيمر ده قرب الأرض يوم 4 فبراير. الأحداث دي كانت نادرة جدا، دلوقتي بص بقت كميتها قد إيه. قمر دموي وخسوف قمر يوم الأربعاء اللي هو بكرة، في ناس هتبقى قادرة تشوفه وهيشوفوا القمر بهذا المنظر. يوم، بس على فكرة في ناس يقولك العلامة دي معناها كارثة الفلانية، لا، العلامة دي فقط معناها ان انت تاخد بالك من حياتك الروحية بس، ده اللي اقصد اقوله. اللي بيستنتجوا بناء عليها ده هيحصل كذا، الحرب الفلانية، ربنا هيجي، مش عارف ايه، الكلام ده كله غلط. ليس لكم ان تعرفوا الازمنة ولا الاوقات التي وضعها الاب في السلطان. يوم الثلاث اللي فات على سبيل المثال، يوم واحد، بص، كسرة سقوط الاجسام او نجوم السماء اللي بتسقط على الارض، الكلمة اللي جاية اللي جت في سفر الرؤيا بتتكلم على اجسام سماوية، مش نجوم بمعنى النجم اللي احنا فاهمينه. يوم الثلاث اللي فات 23 كرة نارية في يوم واحد وقعت من السماء على الأرض. 23 fireballs in one day. الطقس اللي احنا عارفين ازاي أصبح العالم مضطرب. نهر من البرد، تلج، يصفوه بالمعجزة، يملأ مياه سدود حتى يصل إلى قرب نقطة الفيضان في المناطق اللي كانت بتعاني من جفاف شديد جدا في جنوب أفريقيا، اللي هي كيب. هذا المنظر، الأرض اللي جافة قوي في لحظات، نهر أصبح من البرد وإداهم المياه الكافية.
البرودة الغريبة اللي بقت تحطم الأرقام القياسية اللي بقت فيها أماكن كتيرة في العالم، حيوانات تتجمد في كازاخستان بعد انخفضت درجة الحرارة إلى 68 فهرنهايت تحت الصفر ماينس، متخيلين؟ جابوا أرانب متجمدة من اللي عندها فرو تقدر تعيش في الجو ده المفروض. عاصفة ثلجية نادرة تضرب صحراء السعودية، الرملة دي اللي عليها تلج ده في السعودية. فيضان يحدث في باريس يجبر 1500 على الإخلاء وإغلاق معالم سياحية شهيرة، ده من جريدة ذا صن البريطانية. الشوارع ده مش نهر، ده شارع. فيضان في منطقة في أستراليا خلى العربيات تمشي فيما ما يبدو بحيرات، اللي انتوا شايفينه ده مش بحر. اللي قدامكم في الصورة دي ده عربية ماشية على الطريق وعربية تانية ماشية مقابل ليها، والمنظر كله متغطي بمية. الزلازل اللي زادت زي ما قلت لكم الأسبوع ده، قارنوا الأسبوع ده بسنة زي مثلا من 2007 و2006، قارنوا هذا الأسبوع فقط بسنة كاملة إحصائيات ليها. يوم الثلاث اللي فات يوم واحد بس حصل فيه 93 زلزال، ده من USGS ما بين متوسط وقوي. رقم 6 اللي كان نادر، بص هنسمع عنه كم مرة هذا الأسبوع. السنة اللي قبل اللي فاتت رقم 6 أنا كنت بقوله مرة كل كذا شهر، السنة اللي فاتت بدأ أقوله مرة كل شهر، ودخلنا على أواخر السنة بقي مرة داخل على مرة كل أسبوع، دلوقتي ابتدى يظهر أكتر من مرة في الأسبوع. رقم 6 اللي يعتبر نادر، منهم 6 و2 في اليابان وكتير جدا 5 فما فوق. يوم الأربع اللي فات تاني يوم 63 زلزال، منهم واحد تاني 6 و2 في اليوم التالي في روسيا، اتخفض من 6 و4، وواحد 6 في الهند اتخفض ل 5 و9. اليوم الثالث اللي بعدهم الخميس 62 زلزال تاني، منهم 5 و8 في كاليفورنيا. يوم الجمعة اللي وراهم اللي بعدهم على طول 70 زلزال في يوم واحد، منهم واحد ثالث أو رابع 6.3 في بابا نيوجيني. يوم السبت اليوم اللي بعده على طول 71 زلزال في يوم واحد، منهم 5 و7 في بنما. ويوم الحد 43 زلزال، منهم 6 و6 في جنوب غرب أفريقيا وكتير 5 فمن فوق. اللي قلته لكم ده مش بتاع سنة ولا أكتر من سنة، ده بتاع أسبوع، أسبوع بس. الأسبوع ده بس من USGS حصلت فيه زلازل ما بين متوسط وقوي 483 زلزال في أسبوع، مش في سنة. I really mean it. قارنوه بمعدل الزلازل في سنة 2007 وما قبله، منهم من 483 متوسط وقوي 105 من الزلازل القوية في أسبوع من USGS in one week 7 days، منهم هذه القائمة اللي قدام حضراتكم. في 7 أيام منهم كل الزلازل دي، 5 زلازل بقوة 6 وأكتر، ده كان سنين بيحصل فيها 5 زلازل بقوة 6 في السنة مش في أسبوع. الزلازل دي اللي تصنف ان هي نادرة، وواحد تمانية كل ده في اسبوع واحد في كل اماكن العالم. اللي مش مصدق الكتاب المقدس اللي قال في اواخر الايام مع تحصل الحاجات دي كلها هتحصل تزيد الزلازل، انا مش عارف هيرد على النقطة دي ويقول فيها ايه. زلزال روسيا اللي 6.4 اتخفض ل 6.2 سبب خسائر كتيرة. 78 زلزال يحصلوا قرب كودياك بعد الزلزال القوي اللي ضرب ساحل ألاسكا. العلماء يقولوا إن الزلزال بتاع ألاسكا سبب إن منسوب مياه الآبار اللي هو بقوة 8 اتغير حتى في فلوريدا اللي تبعد 3800 ميل عن مكان زلزال، أو يعني ما يوازي 6000 كيلومتر، متخيلين قوة تأثيره؟ زلازل أكتر تضرب حول حلقة النار للبراكين حول العالم، المنطقة دي كلها مليانة براكين وكلها بتضرب بزلازل.
تيار من الزلازل يضرب حول ساحل أستراليا، كاليفورنيا يوم الأربعاء اللي فات تضرب بزلزالين في خلال دقائق يبتعدوا عن بعض مسافة 5 أميال، خلى الناس تقول في زلزال كبير هيضرب. تستمر زلازل كاليفورنيا في آخر 72 ساعة حتى يوم السبت. العلماء يجدوا صدع جديد ممكن يسبب زلزال عملاق يمر أسفل بيفرلي هيلز، اللي هو طبعا حي المشاهير اللي موجود في كاليفورنيا، ده من لوس أنجلوس تايمز أو بتوع هوليود. زلزالين أقوياء يضربون الأطلنطي وتحذير من تسونامي. البراكين، مش هصدعكم كتير، على سبيل المثال بركان تاني ينفجر في اليابان بعد خمول 35 سنة سبب موت شخص و18 جرحى. آدي منظره لما انفجر. مخاوف أكتر من انفجار بركان سانت هيلين بعد زلزال 8.2 في ألاسكا اللي اتخفض ل7.9. خريطة البراكين اللي النشطة، بعد ما كنا نسمع عن 3 4 براكين هم اللي بينفجروا في السنة بقوة، بصوا بينا نسمع عن كام زلزال، كام بركان منفجر ده في يوم واحد، يوم الحد اللي فات يوم 28 يناير من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين نشطة في نفس اليوم. الدخان والنار اللي قال عنها سفر أعمال الرسل قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. غريبة أن تبقى بالصدفة في نفس الوقت اللي زادت الزلازل، زادت البراكين، زادت الأوبئة، زادت موت الكائنات، زادت المشاكل والكوارث الطبيعية والفيضانات وغيره، بالضبط زي ما قال إنجيل متى 24 ومرقس 13 ولوقا 21. بالصدفة موت الكائنات الجماعي اللي هقوله ده أسبوع آسف أكشولي أقل من أسبوع، قارنوه برضو لغاية 2006 و7 اللي ما كانتش بتحصل حالة موت وفاة جماعي للكائنات خالص، أو واحدة أو اتنين أو تلاتة في السنة اللي هتكلم عنه أسبوع مش 10 سنين. مئات الأسماك تموت يوم 7 يناير في شاطئ في فلوريدا، هذا المنظر قدامكم، كل ده سمك ميت. نفس اليوم موت 90 من الأبقار في منطقة في اليابان، ده من جابان توداي. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من نجوم البحر في شاطئ في اسكتلندا، ده من بي بي سي نيوز، على مرمى البصر في الشاطئ كله ده سمك ميت، نجوم بحر ميتة. كل ده متخيلين؟ كل ده في نفس اليوم. مش ده اللي قاله لنا سفر هوشع ان سمك البحر ينزع في هوشع 4، وسفر صفانيا 1 ان ده هيحصل قبل عقاب الانسان، تنزع السمك البر والحيوانات والطيور قبل عقاب الانسان في اواخر الايام. اين يعني ايضا يوم 8 يناير موت مئات الاسماك في خليج في دومينيكا، الناس من الهوتيل لقوا سمك ماري مال الدنيا ميت. نفس اليوم قتل 16500 من البط وإعداد لقتل 53000 آخرين بسبب إنفلونزا الطيور في كوريا الجنوبية. أيضا في نفس اليوم موت 8 درافيل وحيتان في شاطئ في أيرلندا. أيضا في نفس اليوم، ده مش سنة ده يوم، يصل عدد موت الدرافيل في آخر أسابيع إلى 88 في البرازيل، وده من ناشونال جيوغرافيك. يوم 9 يناير موت مئات من الأسماك في نهر في أسبانيا. في نفس اليوم استمرار موت مئات الخفافيش تسقط ميتة من السماء في أستراليا، ده من التلغراف. يوم 10 يناير موت عشرات أو ما يقرب من 100 من الحمام يقع ميت من السماء في أسبانيا، هذا المنظر. نفس اليوم قتل 40000 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في العراق. يوم 11 يناير موت مئات من الأسماك في شاطئ في أستراليا، ده من ياهو نيوز وآد المنظر. ويوم 12 يناير موت الألاف من الأسماك في ألاباما في أمريكا. أنا مش نشرة وفيات للكائنات، لكن ده اللي قاله لنا الكتاب المقدس هيحصل، وهو بيحصل قدام عينينا، وقال لنا ده هيحصل قبل عقاب الإنسان وقبل دينونة الإنسان.
ما ينفعش يكون بالصدفة في نفس الوقت اللي زادت فيه الزلازل، في نفس الوقت اللي زادت فيه البراكين والأوبئة وغيره. طب الكتاب قال لنا الكلام ده هيحصل ليه وهيبتدينا نشوفه بعينينا. واحد، عشان ما نخافش زي ولاد العالم، عشان كده سبق وقال لنا قبل ما يحصل عشان ما نتفاجأش. اتنين، علشان خاطر نصدق الكتاب المقدس وكل اللي قاله بما فيه وعوده، في زمن بيشككون في كل كلمة فيه، بل بيشككون في ربنا إله الكتاب المقدس نفسه في وجوده. والحاجة الثالثة وهي دي الأساسية بالنسبة لي، ده تذكرة لينا كل ما نسمع حاجة زي كده سبق وقال لنا عنها الكتاب المقدس تبدأ تحصل، احنا نبدأ نرفع راسنا لفوق ونستعد وننتبه لحياتنا الروحية. أصرع عشان الوقت، أنا آسف. للأسف بالنسبة للأوبئة، العلماء يتوقعوا أن الأوبئة في المستقبل ستقتل الملايين، لأن الفيروسات باستمرار بتحصل لها طفرات. على فكرة هي مش طفرات قوي، هي احنا بنقتل التنوع بتاع الفيروسات اللي بيحافظ عليها، وبنخلي الاسترين الواحد اللي احنا ما نقدرش عليه، وبرضه بنعمل نفس الموضوع في البكتيريا، نقتل التنوع في البكتيريا ونخلي النوع اللي احنا ما نقدرش نقف قدامه. يعني بنشيل أعداءه الطبيعيين ونقول له اتفضل. بسبب كثرة المرضى من حالات الإنفلونزا والضغط على المستشفيات، ده يسبب إن بعض المرضى بشدة بيتسابوا بدون رعاية في أسرة المستشفيات. شكوى أخرى إن الدواء المستخدم لعلاج الإنفلونزا التاميفلو يسبب هلاوس وتشنجات، ويدفع بعض المرضى منها أطفال إنه يخبطوا رؤوسهم في السرير وفي الحيطة. ده من سي بي سي نيوز. مدارس تتقفل في 11 ولاية بسبب وباء الإنفلونزا، مع إنها هذه السنة أكتر سنة، أكتر نسبة تطعيمات ادوها للناس ضد الإنفلونزا، وأكتر نسبة أعراض جانبية أصيبت بها الناس من التطعيمات بتاعة الإنفلونزا، هي نفس السنة أكتر إصابة بالإنفلونزا. ده من وول ستريت جورنال. اثنين يصابوا بطفيليات فقط من المشي حفاة على رمال شواطئ الكاريبي في الدومينيكان. ده من فوكس فور. أسماك مشوهة نتيجة الأشعة النووية نتجت من اختبارات روسيا للصواريخ النووية، زي ما قال سفر الرؤية 12، سيخرب الذين يخربون الأرض. فعلا بيخربوا الأرض زيادة وزيادة، ونرجع نرمي العيب على ربنا. استمرار تزايد عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات في العالم، واحنا اللي بنعمل كده بنفسنا. تزايد حالات الحمى الصفراء في البرازيل. أخبار الحروب باختصار، وحضراتكم عارفين اللي بيحصل في العالم. CIA تشير إلى احتمالية ضربة مسبقة ضد كوريا الشمالية. تقول وكالات الأنباء أن الطائرات الشبح في جوما تبدو أنها تستعد لضربة نووية بالفعل على كوريا الشمالية قريبا. ده من بيزنس انسايدر. كوريا الشمالية فقط بضع شهور من الوصول أنها تقدر مش بس تضرب شواطئ أمريكا، تقدر تضرب كل الأراضي الأمريكية النووية. في حركة غير متوقعة بالمرة، كوريا الشمالية تطالب مواطنيها بأن يتحدوا مع كوريا الجنوبية، ودي حاجة خلت الناس بتشد في شعرها. ده من ياهو نيوز. سفينة تجسس روسية تم رصدها على بعد 100 ميل من سواحل كارولينا الشمالية، فأصبحنا في زمن أشد من زمن الحرب الباردة. ده من السي إن إن. طائرة حربية روسية تطير على مدى 5 أقدام فقط من سفينة حربية أمريكية. متخيلين التحرشات اللي بتحصل؟ نتنياهو يحذر بوتين أن إسرائيل ستتدخل في لبنان لو لزم الأمر، بسبب محاولة إيران تصنيع أسلحة متطورة في لبنان. إيران تهدد سفن البحرية الأمريكية اللي تهدف لتدريب عسكري. ده من واشنطن فري. إيران تهدد البحرية الأمريكية مرة تانية وتقول اخرجوا من مياهنا، لأن الحرب العالمية الثالثة على بعد خطوة. One step away.
تركيا قد تتوسع أكثر في غزوها لسوريا. أنتوا عارفين الجيش التركي خلاص دخل في سوريا بعد أن أعلن أردوغان أنه سيهاجم أي مكان بإرهاب. شوف مين اللي بيتكلم، الأردوغان هيودي جيشه في أي مكان في إرهاب وداعش عايشة براحتها وبتتمول من تركيا. ده من ار تي نيوز راشن توداي. الاتحاد الأوروبي يوعد عباس في مطالبته بأورشليم. ترامب يقول أو الفلسطينيين لا يريدون سلام، أمريكا لن تساعدهم في شيء. ده من جيروزاليم بوست. داعش تطلق تهديد جديد للاس فيغاس وتقول ستسفك دم قذر. ديرتي بلود. وتجيب اللي هو الكروس هير على المباني بتاعت لاس فيغاس. ساوروس البليونير الأوروبي اللي ربنا يحمينا منه يحذر ان ترامب وضع امريكا في اتجاه حرب نووية. سي ان بي سي نيوز. العلماء حركوا ساعة يوم الكارثة الدومز داي كلوك اللي انا شرحتها لكم قبل كده. علماء بيحددوا قد ايه مشاكل اللي بتحصل في العالم واحتمالية حروب كارثية، و كل ما يقربوها من نص الليل معناها الاحتمالية قربت. وصلنا دلوقتي ان هم وصلوها الى دقيقتين فقط قبل الساعة 12 قبل نص الليل. خلوها دقيقتين بس. ده من يو اس توداي. ده معناه العلماء بيقولوا ان او المحللين بيقولوا ان العالم خلاص اصبح على وشك الدمار. اخبار عامة. السيارات اللي بتقود نفسها وتبدأ تطرح في الأسواق للأسف هذه قد تؤدي إن تلت الناس هيصبحوا بدون وظائف، لأنه ما يقرب من تلت الناس بتشتغل في حاجات بتستلزم قيادة السيارات زي بتعود التوصيلات وغيره. تعرفين دلوقتي أمازون ابتدى يسلم بالدرون بالطيارات الصغننة اللي بدون طيار، بدل ما يستخدم ناس سواقين فالبشر بيفقدوا وظائفهم. دلوقتي طيارة تجيب لك الباكج الصغيرة قدام باب البيت. أول قرد وبتوع محلات البيتزا بدأوا يعملوا الموضوع ده. أول قرد مستنسخ تم ولادته في الصين، ويقولوا العلماء هذا يعد الطريق لاستنساخ البشر. استنسخوا القردة خلاص. ده كان يناير 24. إيه رأيكم في اللي بيعمله الإنسان؟ تساؤلات كتيرة على طول بدأت في العالم بعد هذا الإعلان. هل الإنسان هو التالي في الاستنساخ؟ ده من AP News. استنسخوا إيرد، بس استنسخوا ابن عم الإيرد اللي هو الإنسان. إيه المشكلة يعني؟ الشهادات على وجود عالم روحي اللي بيصر يرفضوه الملحدين ضخمة ومتزايدة وأصبحت لا يمكن إنكارها من معجزات شفاء، مع تقارير طبية تؤكد إن هي معجزات. شهادات لما بعد الموت من ناس، وخاصة اللي بتحصل عندهم سكتة دماغية، يعني ما يقولوش ده تخيلات من المخ، ويرجعوا للحياة بعد الموت وتطلع لهم تقارير وفاة ويكون سكتة دماغية واضحة، ويرجعوا يوصفوا وان ازاي قابلوا ربنا. بل ايضا مطاردة الشياطين واللبس الشيطاني وغيرها من امور شيطانية، كل ده يؤكد على وجود العالم الروحي من شياطين وملائكة وطبعا الله. فالملحدين اللي بيرفضوا هم اكشولي ليسوا علميين بالمرة، لأنه المفروض كانوا يدرسوا حاجات زي كده. اكتشاف أدلة على مؤامرات وفساد في الـ FBI، مؤامرات بما فيها ضد رئيس الدولة. ده من نيويورك بوست. مش ملايكة الـ FBI على فكرة. جوجل المنزلي وأليكسا، انتوا عارفين الاجهزه دلوقتي اللي ممكن توصلها على السيلفون وتقول لهم اتصل لي بكذا واعمل لي كذا وارفع حراره البيت وقلل حراره البيت وايه الاخبار والطقس وصحين الصبح الساعه، عارفين الاجهزه اللي بدات ينزلها جوجل واليكسا وفيها ميكروفون وفيها كاميرات والكلام ده. يظهر انه يعرف اي شخص، لو سالته على اي شخص يقول لك من هو هذا الشخص. بل حتى الشخصيات العامه زي بوزة، لو سالت على بوزة يقول لك مين هو محمد. بل حتى الشيطان، فيما عدا الشخصية الوحيدة اللي ما بتعرفهاش هذه الأجهزة ولو تسألت عنها ما بتجاوبش، هو الرب يسوع. مش حاجة غريبة برضو؟ من فوكس 17 نيوز.
الأجهزة دي تسألها على أي حد هتجاوبك فيما عدا لو سألتها على الرب يسوع، هتقول لك مش معروف. طبعا بدأت حملة هجوم شديدة ضد جوجل بعد هذا الأمر، فجوجل ردت وقالت لا لا لا، ده بس احترام. يا سلام، يعني لما تتسأل أليكسا على بوزة وتشرح هو مين، ولكن تتسأل على المسيح ما تجاوبش، ده احترام برضو. CBN News. غريبا الشخصية الوحيدة المجهولة بالنسبة لجوجل وأليكسا هو المسيح، صح؟ خبر على عهدتي. أغلب المواقع الشهيرة التي كانت تقدم الأبحاث العلمية وتربط بين الأمراض اللي بتسببها التطعيمات زي الأوتيزم ومشاكل المناعة والحساسيات وغيرها مع جداول التطعيمات، اتقفلت واتمحت من على الإنترنت. حرية تعبير. للأسف بعد قبول قتل الرحمة في كندا، بي سي يصبح فيها أعلى معدل لموت الرحمة في كندا، وللأسف أصبح موت الرحمة اللي أسميه انتحار وصل ليس فقط اختيار شخصي للناس اللي عندها أمراض مزمنة، بل أصبح تزكية من أطباء للناس المسنين اللي في بيوت المسنين، يقولوا لهم على فكرة مش احتاج لو تتعب وتعي عندك اختيار ان انت لو حبيت تموت نفسك. ايه رأيك؟ مش ده برضو نفس اسلوب هتلر؟ فئات للضعفاء. الدكاترة بيروحوا للمسنين، طب ما تفكر تنتحر، ما تفكر في موت الرحمة يا راجل، حقنة وتخلص. ايه رأيكم في اللي وصلنا له؟ اصبح ده قانوني. اخبار اقتصادية. ملاحظة، مستثمرين كثيرين يتخلصون من الدولار الأمريكي ويشرعوا لشراء الذهب. ده من راشن توداي أو من RT News. بورتوريكو تحذر مواطنيها أن الاقتصاد سينخفض وبشدة. مصر تقترض 14 مليار جنيه لسد العجز، شكرا للي ماسكها. اضطهاد المسيحيين، ولكن في الأول شوية أخبار يعني يمكن تفرح حضراتكم. مسلمين الصين بأعداد ضخمة يتركون الإسلام وإله الإسلام ويقبلوا الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا. المسلمين يهاجروا ويخلفوا كتير قوي ويتحولوا ويقبلوا المسيح. بركة. فعلا الله لا يترك نفسه بلا شاهد. أيضا أعداد كثيرة جدا في إيران تقبل المسيح، وأكبر دليل عليها أن الملايين حاليا بيقبلوا على مشاهدة القنوات المسيحية في الساتلايت من إيران، رغم كل محاولات الحكومة والحرب والاضطهاد اللي بيتعرضوا له. خبر آخر جيد أيضا، دراسة توضح أنه لو الكنائس الأمريكية المتحررة بتاعت اللاهوت الليبرالي بتنخفض، الكنائس التقليدية في أمريكا في ازدياد. الكنائس التي لا تتكلم على التوبة ولا حمل النير ولا حياة القداسة ولا تطهير القلب هي دي اللي بتنخفض. المسيح يعمل لك كذا ويجيب لك جول فريند أفضل والكلام ده كله، ويلا هتولي طيارة خاصة، دي بتنخفض. واللي بتقبل الشواذ كأمر طبيعي وحقوق، لكن المبنية على الإيمان الحقيقي اللي بتحذر من الخطية هي دي اللي بتنتشر بعمل روح الله القدوس. الملحدين يستهدفون دكتور بن كارسون لأنه يشترك في دراسة الكتاب المقدس في البيت الأبيض. إزاي وإزاي؟ طبعا على طول مفيش حاجة اسمها حرية. مجموعة إلحادية تجبر مقاطعة مدارس في كاليفورنيا على إلغاء رحلة إلى معسكر لأن المعسكر ده مسيحي. لو يروحوا لمعسكر الشيطان طبعا يرحب بيه، زي ما عملوا الحاجات النوادي بتاعت الشياطين اللي بعد الظهر للطلبة، طبعا يشجعوها. لكن الملحدين يتعمل معسكر في حاجات مسيحية، لا ممنوع. مجلس أولياء الأمور في مدرسة يتضايقون من واجب منزلي يدعي أن المسيحيين والمسلمين بيعبدوا نفس الإله. هذا اللي بيحاولوا يعملوه غسل مخ الطلبة. لانحدار الأخلاق عشان الوقت ابتدى يخلص. معبد الشيطان يتحدى السلطات في ميسوري وبيحاول أن يأخذ وضع ديني. ده من NBC News. وهم انفتحوا له الباب. أتوقف عند هذا القدر. اللي بقصد أقوله من الخدمة دي كلها، ربنا يديكم طولة العمر والصحة. لكن لو المسيح جه النهاردة، أو حتى لو المسيح هيجي القرن الجاي، بس أي حد مننا، أنا قد أكون أو أي حد، ربنا يديكم طول العمر، وقفنا قدام ربنا النهاردة
أو بكرة، يا ترى هيكون موقفنا إيه؟ يا ترى حملنا النير؟ يا ترى قرأنا الرسالة، الجواب اللي بعتهولنا أبونا السماوي الكتاب المقدس ونفذناه؟ يا ترى آمنا فعلا وصدقنا وعوده وكان إيماننا عامل بالمحبة؟ يا ترى كنا لابسين لبس العرس؟ يا ترى هيكون موقفنا إيه وهنرد عليه إيه؟ ويا ترى هو هيقول لنا إيه؟ تعالى إلي، رث الملك المعد لكم ولا اذهبوا عني لأني لا أعرفكم. أطلب من كل واحد وأنا نسأل نفسنا السؤال ده النهارده. استعدوا، البسوا لباس العرس، تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، نسلك بلياقة، مفيش وقت. اللي عليه مسيطر عليه خطية أو حاجة، مفيش وقت. احترس، لو ما تمسكتش بالمسيح الآن، الظلام اللي بيسود قوي مش هتقدر. قد ينطبق عليك زي ال5 عذارة الجاهلات، ما يكونش عندك زيت يكفي لانتظار العريس. ما تخافوش، ده قالهولنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، لا ترتاعوا، لأن ده لازم هيحصل. لكن ليس المنتهى بعد، اللي في مصر خاصة إخواتي الأحباء، ما تخافوش من الأخبار اللي تسمعوها، جفاف النيل وغيره، ما تخافوش، قفوا وانظروا خلاص الرب. أما خوفهم فلا تخافوا، بل نؤمن، قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن ونصدق كل كلمة وكل وعد قاله لنا في كتابه المقدس. والحاجة الثالثة والمهمة، الاستعداد. ربنا يبارك حضراتكم، المسيح قرب، اصنعوا الثمار تليق بالتوبة، استعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع. ربنا يبارك حضراتكم.